www.attableek.com, the reviver of Iman. إخواني وأحبابي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. طريق مختصر، طريق مختصر، والترتيب بذلك موجز مختصر. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. نحن تحت المسؤولية أن يكون حياة فيها صلاح، حتى يكون أمر بيننا وبين الله سبحانه وتعالى صحيح. وكيف ذلك؟ وذلك باتباع الدين. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة الدين، وفيه علاج لكل مشكلة. لذلك قال: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل زمان لأمر الدين. أمر الدين هو المسؤولية لشؤون الحياة كلها. المؤمن هو تحت المسؤولية في هذا الشيء، أن حياته كلها تحت الدين. هذه نعمة كبيرة، نعمة الدين، إلا أنه مسؤولية كذلك. فإذا قمنا بمسؤولية ويأتي العون من الله عز وجل بسبب اتباع المسؤولية، فنحن في هذا العالم تحت المسؤولية. ومسؤولية الدين من جهتين: أول جهة هي جهة الاستقامة، أننا نستقيم على أمر الدين. لماذا؟ لأن العالم هو فيها أحوال، عالم الأحوال. قد يكون إنسان فقير، قد يكون غني، قد يكون مريض، قد يكون شهيد، قد يكون في حب، قد يكون في عداوة، أحوال. وفي هذه الأحوال كيف نعيش؟ هل نحن نعيش حسب الأحوال؟ لا، نحن نعيش حسب الأمر. الحياة حسب الأمر هو المسؤولية. فننظر ماذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. ولنفاد الأمر الله سبحانه وتعالى آتانا الحياة. هذه الحياة لهذا المقصد، أننا نتبع في هذا العالم أمر الدين. والدين مسؤولية، والحياة والمال وجميع الأسباب الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها ابتلاء والامتحان. أسباب الدنيا لأجل الابتلاء، ليس لأجل النجاة. أما النجاة فقط في اتباع الأمر. أما جميع الأسباب التي الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان، فيها الامتحان وفيها الابتلاء. وفي هذا الابتلاء النجاة فقط باتباع الدين. لذلك الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل زمان بدعوة الدين وباتباع الأوامر. أما جميع الأسباب لما كانت لأجل الامتحان، فالنجاة فيها باتباع أمر الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب التي أمامنا هي لأجل الامتحان. كيف الامتحان؟ تارة إنسان بسبب الأسباب
يزيد ما يريد بل يزيد فيه ما يريد وتارة ينقص تارة ينقص وتارة يزيد فهذه الأحوال هي لأجل الامتحان من سبحانه وتعالى أما النجاة فقط باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء بدعوة الدين وهؤلاء الأنبياء الذين أتوا في الماضي لو تنظرون إلى تاريخهم كلهم جاءوا إلى أهل الأسباب مثلا سيدنا نوح عليه السلام بعث إلى الناس الذين هم عددهم كثير أكثرية وقوم هود عليه الصلاة والسلام عندهم قوة قومية من أشد منا قوة وسيدنا صالح عليه السلام إلى أهل المصانع هؤلاء أهل المصانع ثمود أهل المصانع هؤلاء سيدنا شعيب إلى أهل التجارة سيدنا موسى عليه السلام إلى أهل الحكومة فرعون وإلى أهل المال وقارون هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم بدعوة الدين أمام هؤلاء عندهم أسباب فبينوا لهم أن هذه الأسباب ليست للنجاة إنما هذه الأسباب إما للمتع وإما للامتحان إنما هذه الحياة الدنيا متع ليس الأسباب فقط بالحياة بهدفها هي متع ما يتمتع به الإنسان ثم يترك ويمشي فالحياة والأسباب هي الامتحان والنجاة في أي شيء كان النجاة في اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى هكذا كانت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لذلك الله بعثهم إلى أهل الأسباب وبين لهم أن نجاهم في الدين ثم الدين مثل النور إنسان يحتاج في جميع الأماكن إلى النور لأنه في الظلمة كيف يقضي حاجته ويحتاج إلى هذا النور فأخيرا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كافة للناس إلى جميع أهل الأسباب وبين لهم طريق الهدى بأنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هم أخذوا هذا الطريق فهم ينجحون في جميع الأسباب حتى التاجر تجارة ينجح ولكن ليس بتجارته ولكن بدين تجارته أصحاب الزراعة ينجحون بسبب الدين ليس بزراعة بل بدين الزراعة هكذا لأهل جميع المشاغل الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لهم الدين كان الشيخ محمد يوسف رحمة الله عليه يقول عندنا في الدين لجميع شؤون الحياة الفضائل والمسائل مفهوم؟ لشؤون الحياة كلها عندنا فضائل وعندنا مسائل تجارة لها فضائل تجارة لها مسائل زراعة لها فضائل زراعة لها مسائل وكذلك الإجارة والأجرة التي يعمل بيده فهذا له فضائل وله مسائل فلذلك إذا لم يمسك الدين فهو ينجي في جميع شؤون الحياة لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا جميع الناس إلى الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الناس ويعطي لهم طريق النجاة في شؤون حياتهم كله وذلك باتباع الأوامر وبتمسك طريق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أساس الدين شيئان الإيمان والعلم كل الأنبياء بعثوا بهذا الشيئين بالإيمان بالعلم الإيمان بالله لا إله إلا الله
محمد رسول الله، هذا الإيمان. والإيمان ماذا يقتضي؟ الإيمان يقتضي الطاعة. مقتضى الإيمان طاعة الله، أي الذي يؤمن بالله يطيعه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكانت بعثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام لأجل الإيمان. والإيمان ماذا يريد؟ الإيمان يقتضي طاعة الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطيع بإذن الله. فكان بعثة الأنبياء عليه الصلاة والسلام لإنشاء طاعة الله سبحانه وتعالى في الحياة، أن الإنسان يكون تحت الطاعة في جميع الأحوال. والطاعة لا تكون كاملة إلا بالعلم. إذا ما يتعلم علم فكيف يطيع؟ لذلك الإيمان مع العلم، يتعلم الدين، يتعلم العلم حتى يقوم بوظيفة طاعته. لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بهذا الشيء، الإيمان والعلم. ثم العلم الذي سبحانه وتعالى بعث به الأنبياء ليس لتعمير هذه الدنيا، بل هم جاءوا بهذا العلم لمعرفة الحقوق. لمعرفة الحقوق، لأن الدنيا، كان الشيخ محمد يوسف رحمة الله عليه يقول الدنيا هي دار الحقوق والآخرة هي دار الأجور. هذا الترتيب، الدنيا دار الحقوق والآخرة دار الأجور. الذي يقوم بأداء الحقوق هو يزيد الأجر في الآخرة، والذي ما قام بأداء الحقوق هو كيف يزيد الأجر؟ لذلك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهذا المقصد، أن كل الناس يعرفون ما هي الحقوق. فأولا حق الله. يا معاذ أتدري ماذا حق الله؟ قال الإسلام. يا معاذ أتدري ماذا حق الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، هذا حق الله. إيه؟ عبادة والانقياد في الحياة كلها، حياة العبد يعيش الإنسان، هذا حق الله سبحانه وتعالى. أن تعبده ولا تشرك به شيئا، أبدا. قال عليه الصلاة والسلام، فهذا حق العبادة، وهذا أكبر شيء، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان والجن فقط لأجل عبادته. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط. فسأل هذا الخلق الإنس والجن لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى من عليه بالعلم، بعلم العبادة، كيف تعبد الله عز وجل ومتى تعبد الله عز وجل، العلم. لذلك الدين هي إيمان والعلم وعلم العبادة. أولا رسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه جبريل يعلم كيف الصلاة، كيف وقت الصلاة، فهذا هو الوقت لك ولأمتك. علم، فالإيمان مع العلم هذا الشيء هو الأساس للنجاة. وبذلك بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علم العبادة. لذلك نتعلم علم حتى نعبد الله سبحانه وتعالى كما هو حقه. ثم مع العبادة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بدون الاتباع لا تكون عبادة كاملة. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فبين فقط في العبارة الصلاة والمطلوب كل الدين. صلوا كما رأيتموني أصلي، أي تدينوا كما أتدينوا.
كنون أنتم في أمر الدين كما رأيتموني. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأساس، وبهذا يكون الدين هذا الكامل، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر العبادة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في شؤون الحياة كلها هذا مسؤوليتنا. إذا قمنا بهذه المسؤولية فتكون أمر بيننا وبين الله سبحانه وتعالى صحيحة صالحة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. بهذا الأمر باتباع دين الله سبحانه وتعالى تكون أحوال صالحة في هذه الحياة وكذلك بعد هذه الحياة، لأن الأحوال صلاحها وفسادها بسبب اتباع الدين وتركها. إذا صار الدين في الحياة تكون أحوال صالحة، وإذا ليس الدين فتكون أحوال فاسدة. الأحوال والظروف هي مخلوق من الله سبحانه وتعالى، ولكن يأتي لا تنفيه من ناحية اتباع الدين، وإذا اتبعنا الله سبحانه وتعالى يصلح له. إلا أن الدنيا لما كان مكان ابتلاء، فلذلك في اتباع الدين تأتي المكاره، تأتي المكاره. في هذه المكاره ماذا نعمل؟ هل بسبب هذه المكاره نترك الدين؟ لا، فلنصبر، نصبر. يأتي بعد العسر اليسر، نصبر ونستقيم. أمر الاستقامة لهذا السبب، الله سبحانه أمر المسلمين بالاستقامة وأمر الرسول كذلك بالاستقامة، وقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أي الرسول يستقيم، ثم الذين تابوا وآمنوا معه كذلك هم يستقيمون، وعليها مسؤولية الاستقامة على الدين، وكذلك مسؤولية نصرة الدين. هذه الأمة هي أمة الخير، ليس بعدها أمة. والرسول رسول، خاتم النبي ليس بعده رسول. فسار الأمر إلينا من جهة الاستقامة ومن جهة النصرة. من جهة الاستقامة نستقيم على ديننا، نتعلم الدين الشرعي ثم نعمل بالشرعي ونتبع الدين. الاستقامة مطلوبة، لماذا؟ لأن الحياة والدنيا هي فيها أحوال قد يكون سارة وأحوال قد يكون غير سارة. وفي هذه الأحوال ماذا نعمل؟ هل نعيش حسب الأحوال؟ هل نعيش حسب الأحوال؟ لا، بل نعيش حسب الأمر. ماذا أمر الله؟ كان الشيخ محمد يوسف رحمه الله عليه يقول: نحن لسنا أهل الأحوال، نحن أهل الأمر، علينا وإلينا يأتي الأمر، أما الأحوال تمر علينا. فكان يبين مثال، قال: أحوال العبادات في الإسماء على حساب القمر، ليس على حساب الشمس. مثلا نحن نسوم، متى نسوم؟ إذا نرى الهلال نسوم. صوموا لرؤيتي، أفطروا لرؤيتي. في أي موسم؟ رمضان. أما كان موسم حرارة أو برودة أو مطر، هذا لا ننظر إليه. هذه الأيام أيام الصيف وهذه أيام الشتاء، بس نحن ننظر إلى الهلال. إذا رأينا الهلال نسوم، إذا رأينا الهلال نحج. الحج أشهر معلومات، والحج حسب الهلال، والصيام حسب الهلال، وكذلك الصلوات خمسة لها أوقات متعينة من الله عز وجل. كيف الصلوات على المسلمين أوقات متعينة؟ هذه الأشياء كلها تدل أن حياتنا حسب الأمر ليس حسب الأحوال. أما الأحوال تمر والأمر هو. وقال: نحن ناس لم تصل أمر الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال حسب ما عندنا من الاستطاعة، امتثال أمر سبحانه وتعالى. هذا معنى الاستقامة.
ونحن مسؤولية علينا من جهة الاستقامة أن نستقيم على دين، نتعلم دين الصحيح ثم نستقيم عليه. هذا واحد، هذا على كل واحد. فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك، أي ومن آمن معك. الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فعليه الاستقامة في أمر الدين. يستقيم كما هو يستقيم كذلك هو ينصر دين الله عز وجل. نصرة الدين، نصرة الدين كذلك المسؤولية، إلا أنه شاء هذا الأمر أمر النصرة مهجور، مهجور. وإلا نحن كنا مسؤولين عن استقامة الدين وكذلك كنا مسؤولين عن نصرة الدين. الأمة هي الأمة الأخيرة، ليس بعدها أمة. ولذلك القيام بأمر الدين وكذلك الدين هذه المسؤولية علينا. إذا ليست نصرة فالدين لا يبقى، بل الدين يزول عن الحياة. نصرة، نصرة الدين مثاله مثال المطر. إذا ينكت المطر، إذا ينكت المطر فأهل الأرض، أهل الأرض كلهم يموتون، لا يعيشون إلا بالمطر. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فصار حياة أهل الأرض بسبب ماء المطر. هكذا حياة، حياة أهل الأرض كذلك بسبب الدين، والدين يحتاج إلى نصرة. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث، كمثل غيث. وكما أن الغيث سبب لحياة أهل الأرض كذلك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته سبب لنجاة أهل الأرض كذلك. لذلك سار الأمر إلينا من أجل الجهاد، أمر الاستقامة وكذلك أمر، أمر النصرة. فكل مؤمن عنده مال وعنده أسباب، هذه الأسباب وكذلك الحياة، الحياة والأموال عندنا في الدين هي أمانة من الله عز وجل. الحياة أمانة والأسباب والمال كذلك أمانة، هذه أشياء عندنا أمانة. لسنا لها نحن يعني مالكين عليه، بل هذه الأمور عندنا عن طريق الأمانة لأجل امتثال الأمر، بأن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الحياة وكذلك أعطانا هذه الأسباب، أسباب حتى بهذه الحياة وبهذه الأسباب نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الرسالة، أن المال والأسباب هي لأجل الامتحان، فإذا استعملناها في أمر الدين فهذه نعمة، فهذه نعمة. لذلك أمر المال وأمر الحياة امتحان، وكيف ننجح في هذا الامتحان؟ في هذا الامتحان ننجح في اتباع الأوامر. لذلك هذه مسؤولية، مسؤولية الدين، نستقيم على ديننا وكذلك ننشر ديننا، نتعلم الدين ونعلم الدين الناس الآخرين، ونقدم هذا الخير إلى الحياة كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على الحركة، ليس على الجمود وليس على القعود، بل حركهم بهذا الخير. فسار مثل مثال الدين مثل الرحى، الرحى عندما تدور فترون الطحين يخلى من كل جانب. فهكذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة فيها خير وجعل كذلك عليها الحركة، يتحركون. في البداية، في بداية الإسلام وبداية بداية دعوة الدين كانت الأفراد تتحرك، لكم أفراد، كل فرد الذي يؤمن بالله هو يتحرك لأجل إيمانه ويذهب إلى قومه وإلى قبيلته وإلى عشيرته ويدعو إلى الله عز وجل ويرغبهم في هذا الأمر. فتارة ينجح يعني هم يستجيبون، وتارة هم يخالفون. الحق دائما ينتشر مع المكاره، والباطل ينتشر مع الشهوات. هذا الترتيب، الحق
دائما حوله مكاره والباطل شهوات اللهوات حوله. وعمر الدين بالمكاره فهم لما يحملون هذا الخير الى قومه الى بلده مثلا ويدوهم ويصبح تارة يقود الوقت. وعسى رسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى اليمن جلس 6 أشهر ليس في قتال ولا في شيء، انما كانت دعوة الدين والتركيز على الحق. فجلس نحن نقول 4 شهور، ما بدانا 4 شهور، نحن كان 6 شهور. فجلس 6 شهور وما استجابوا، ما انه كان سيدنا خالد بن الوليد قوي في دعوته في جهده ما شاء الله، ولكن امر بيد الله فما استجابوا. فرسول صلى الله عليه وسلم طلبه يرجع وبعث علي رضي الله تعالى عنه، وصل علي وجمعهم وقال لهم كتاب الرسول الرساله، هذه رساله اليكم من الرسول صلى الله عليه وسلم. اسلم كلهم، هذا مثال لان الامر الحق بالمكاره، وكذلك سير الحق بطيء وسير الباطل سريع. سير الحق بطيء، الحق هكذا شيء فيها بطوء، والحق ينتشر بالسريع مثل الدخان. كيف الدخان؟ الباطل يطلع من فوق السماء، ولكن يزول كذلك ليس له بقاء. أما الحق فيها بطوء، يريد الاعتناء، يريد الاعتناء، يريد التركيز، يريد الجهود. عندئذ الحق ينبت من القلوب فلا يزول، لأنه ينبت في القلوب، القلوب تحمل الحق بدعوة الدين وبدعوة المخلصين، القلوب تقبل. إلا أن الحق شعره بطيء ليس سليم، كذار أخذ نشاته فآذره فاستمر فاستوى على سوقه، مش الشيء الذي ينبت. وكيف ليس بالسليم ينبت هكذا بالهدوء، كأنك لا ينمو شيء. إذا ترى لو ترى كل يوم لا ترى أنه نامي غير نامي، ولكن هي في الحقيقة نامي. هكذا الحق شعره بطيء وينبت في القلوب، ولكن هذا الخير هو ينتشر بجهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جهد الأنبياء فيها دعوة إلى الحق، فيها تعليم وتعلم الحق، وفيها اتباع الحق، ليس في اتباع الهوى، ليس فيه اتباع الهوى، إنما اتباع الحق اتباع العلم. وبهذا الشيء هذا الأمر أي تسلسل العالم، ولكن شيئا فشيئا شيئا فشيئا. لذلك الحق يريد الاعتناء، ويريد ذلك التركيز والتكرار كرة بعد كرة. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صبروا صبر صبر كبير، فاصبر كما صبر أولو العزم الأنبياء، صبر كبير بهذا السبب، لأن الحق هو بطيء السير وحوله مكاره. عندما نستقيم ونصبر فالله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا شيئا فشيئا يفرج. لذلك نحن في أمر الدين لا نتأثر بالأحوال ولا نيأس. الأمر من دمن؟ الأمر بيد الله. فلذلك نستقيم ونعمل شيئا فشيئا فشيئا ونقدم ما هو المسؤول علينا
من الجهود ومن التضحية. فهذا الجهود وهذه التضحية هو شيء فشيء يجتمع عند الله عز وجل. مثلا تخلو ثلاثة أيام، هذه ثلاثة أيام هي تضحية، فهذا عند الله سبحانه وتعالى يجتمع. ثم وثم حتى وصل هذا المقدار إلى الحد المطلوب، ولما وصل إلى الحد المطلوب عندئذ يأتي الأمر. كما أنتم تقرؤون القرآن في دعوة الأنبياء، فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا جاء. متى جاء الأمر؟ لما استكمل هذا الجهد. الرسول صلى الله عليه وسلم قام في الجهد في مكة مكرمة كم سنة؟ 13 سنة. الآن ما استكمل الأمر بعد، وقام في المدينة بالجهود وبالتضحية بالصبر. تقريبا 5 سنوات مرت في المدينة، فيها شدائد، فيها مبارك، كل العالم قاموا بلا دواء، كلهم قاموا بلا دواء، وكذلك ذيك المعيشة، فقر والخوف حق الشدائد، فهم تحملوا. شيخ محمد يوسف رحمه الله عليه ذكر في حياته سبب باب تحمل الشدائد، الباب الثالث تحمل الشدائد، يعني تحمل الشدائد هي شيء يبلي هذا الأمر. تحمل الشدائد، نصبر ونستقيم، نصبر ونستقيم، حتى يصير هذا التحمل إلى حد المطلوب. ولما وصل إلى حد المطلوب الله سبحانه وتعالى يبدل الأحوال. لذلك جاء الأمر بالصبر والثبات، نصبر نستقيم، نصبر لا نترك العمل، على قدر المستطاع نقوم بالمسؤولية. قال عليه السلام عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، لا يمر فوق العداء وفوق الاستطاعة، ولكن بقدر ما عندك الاستطاعة تقوم. فهذا القليل عند الله سبحانه وتعالى يستمع ويستمع يستمع يستمع حتى يصل إلى الحد، ولما وصل إلى الحد المطلوب يأتي الفرج. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربل بالصبر والثبات. مرة جاءوا الصحابة، يا رسول الله كم علينا من الضروب، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال جاءوا يشتكون. الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إليه وقال إنما كان قبلكم ينصر بالمنشار يصير نصفين ولكن لا يترك دينه، أنتم ليس عليكم إلا هذا. فأمركم بالنسبة هؤلاء سهل. ثم يأتي ثم قال الله سبحانه وتعالى يأتي باليسر ولكنكم تستعجلون، ولا تستعجلون، يأتي اليسر من الله سبحانه وتعالى حسب حكمته. الله سبحانه وتعالى يعمل المعاملة كما بقدرته، كذلك يعمل المعاملة بحكمته، قال حكمة الله. قال والأحوال، قال أحوال إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يبدل الأحوال من الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر، ولكنكم تستعجلون، لا تستعجلون، استمروا. فلما ينتهي الأمر إلى حد المطلوب الله سبحانه وتعالى يبدل الأحوال. وقال هذا الخوف يزول، تأتي زعيما من الحيرة تتوب عند الله، لا يخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله. والطعام والشراب، قال الله سبحانه وتعالى يوسع في أمر الطعام والشراب، ويرفع وقاش ويودع وقاش، يرفع وقاش ويودع وقاش، لا يبدل الأحوال ولكنكم تستعجلون. ولهذا السبب الاستمرار على أمر الدين ضروري، والاستقامة على أمر الدين ضروري، ونعم العمل صحيح، ليس حسب العلاء يمشي الهلاء، نعم العمل صحيح.
بالأصول وبالترتيب الصحيح نعمل العمل، لأنه حق العمل حق، فلا بد حق مع التحقيق، مع التحقيق ومع التصحيح. فإذا قمنا فإن شاء الله هذا القياس شيئاً الله سبحانه وتعالى يجمع، ثم لما يصل إلى الحد المطلوب الله يفرج والله يقطع الأحوال وتوجه القلوب، يصير أعداء الدين اتبع متبع الدين هكذا تقتل الأحوال. الناس الذي عندهم عداوة الله سبحانه وتعالى ينزع عن قلوبهم العداوة ويؤتي في قلوبهم التوبة فيرجعون إلى الله عز وجل، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، كأن الله يتوب عليهم وينزل عن قلوبهم هذه العداوة هذا الشر، والله يوجه كل القلوب إلى طاعة الله سبحانه. هذا حتى متى؟ إذا وصل أمر التضحية وأمر المسؤولية إلى الحد المطلوب. لذلك الأمر نستقيم على العمل على قدر الاستطاعة ونعمل كذلك، ثم نستعين بالله عز وجل. استغاثة كذلك ضروري، أي الجهود مع الدعاء ومع الدعوة، لا نقصر ولكن نعمل على قدر الاستطاعة، ثم نستعين بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا يفتح الأحوال وتأتي الأحوال سارة وصحيحة، حتى الله سبحانه وتعالى يوجه القلوب إلى طاعته سبحانه وتعالى. لذلك هم نحن مسؤولية علينا من جهة اتباع الدين ومن جهة جهد الدين، نتبع ونقوم بالجهود، نتبع والله سبحانه بدأ في هذا الزمان هذا الترتيب سهل جدا، يستطيع كل واحد ترتيب سهل، يعني جهود تخرج 4 شهور في سبيل الله وتتعلم هذا العمل، ثم تكون ترتيب كل سنة كل شهر كل شهر كل بهذا الترتيب البسيط، كذلك الحياة يرجع إلى طاعة الله سبحانه. فالأمر الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا في هذا الزمان، شيخ الدرد يقول الأمر الله سبحانه يسر علينا، الفاعل والقادر هو الله، أنتم مجرد هكذا 4 شهور، وإلا 4 شهور لا يكفي تأتي شغل من شغل الدنيا، يكفي 4 شهور لا يكفي في أمر الدنيا، أن الدنيا شيء بسيط، ولكن في هذا الخير لو تخرج 4 شهور وتعمل عمل في الأصول فأنت ترى في نفسك وتشعر في نفسك ما هو الشعور، أن القلوب ترجع إلى الله، هذا نعمة من الله سبحانه، جرد جهود الله زال السبب فقط، وإلا القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فنحن نقوم بهذا السبب هي القيام بالجهود، ثم الله سبحانه وتعالى يفتح المجال لنا وكذلك للناس الآخرين، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. دعاء المعصور، اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بها فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. كان الشيخ محمد إلياس رحمه الله يكثر هذا الدعاء، دعاء جامع، اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. فهكذا يكون فكر كذلك وسيء، والدعاء كذلك، والجهود على قدر الاستطاعة نقول. والله سبحانه وتعالى هو غفور شكور، صفته غفور يسامع وشكور، يعني هو يعني يقدر قدر عملكم، إن ربنا لغفور شكور، ولو كان شيء بين إن كان حسنة فالله يزيد في الحسنة، لأنه شكور يزيد قدر أعمال العباد ويزيد فيه. لذلك نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونقوم بالمسؤولية، فالله سبحانه وتعالى يعمل مع العباد حسب ما عندهم من الظن، أنا عند ظن عبدي بي. فكان عليه الصلاة والسلام يركز أن كل واحد يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى،
يحسن ذن بربي سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى يؤيد ولا ينصر ولا يفتح المجال ولا يستجيب ولا يهدي الناس كذلك. بهذا حسن الذن نحن نعمل هذا العمل ونستمر على العمل تحت الطاعة وتحت المشورة وتحت الأصول. ضروري عمل تحت الطاعة، عمل تحت المشورة، عمل تحت الأصول. بتركيز هذه الأمور لابد تفريغ الأوقات، تفرغ الأوقات، تفرغ الأوقات ونعمل هذا العمل أنا قدر الاستطاعة بالصبر وبالثبات. وعندئذ الله سبحانه وتعالى بقدرته وبحكمته يفتح المجال شيئا فشيئا شيئا فشيئا، كما قلت أن الحق هو بديع الشيء. لا أحد يستعجل، وقال لا تستعجل، يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى، يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب. فأمر الحق بطيء وأمر الباطل هو سريع. لذلك لما كان فيه بطء فلا بد من الاعتناء ولا بد من التوجه والتركيز حتى الله سبحانه وتعالى يفتح هذا الباب. لذلك نستقيم على العمل هذه مسؤولية، وكذلك ننصر هذا الدين، هذه مسؤولية تعمل علينا استقامة على أمر الدين وكذلك نصرة الدين. النصرة لابد منها، لأن مثال النصرة كما قلت مثال المدد، إذا ينقطع المطر يموت كل شيء، هكذا إذا تنقطع النصرة الدين يموت لا يبقى أثره إلا بالنصرة. لما قام هذا العمل وصار النصرة الله سبحانه فتح المجال في البلاد كلها في العالم. قبل كم سنوات ما كان هكذا الناس يصلون ويهجون ويعتمرون ويعتمرون. أنا ذهبت في عام 80 إلى أمريكا، ما فيها مساجد إلى المراكز الإسلامية التي يستمعون فيها عند الزواج وعند كذا، فنحن كنا نسكن فيها. أما الصلاة تقريبا يمكن في البيوت، ولكن صار اجتماع في عام 80 ثم صار اجتماع عام 85 وفيها وبدأ الجهود شيئا فشيئا، فصار الآن إقبال إلى العمل. هكذا نرى هذه الآثار، هي تبشرنا اننا اذا قمنا الله سبحانه ياتي الفرج باذن الله سبحانه وتعالى. اذا كما قلت الحق هو بطيء، لا بد من الاعتناء ولا بد من الصبر والصبر. لذلك نستقيم هذا العمل وكذلك نصرة الدين نفرغ الاوقات، ضروري هذا، لان في تفريغ الاوقات كما نصرة الدين كذلك في تفريغ الاوقات تربيه نفوسنا، كذلك تربية نفوسنا في هذا العمل، أن النفوس تتربى في هذا الجهد، يأتي فيه النفوس الانقياد والطاعة والإخلاص والقيام بالمسؤولية وفكر الآخرة. أنا تربية هذا يأتي في النفوس فكر الآخرة. الآن القلوب تقريبا يسمع منها الله سبحانه وتعالى يعني خالية عن فكر الآخرة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون إنما هممنا الآخرة وليست هممنا الدنيا، وكانت الهمم عندهم همم الآخرة. وهذا هو الشيء الأساسي، أن الله سبحانه وتعالى يوجه القلوب إلى الآخرة، فلما توجهت القلوب إلى الآخرة سار أمر الآخرة سهل، سار أمر الآخرة سهل بعد ذلك. وفي هذا الأمر إن شاء الله سبب هذا العمل كذلك لتوجيه القلوب إلى أمر الآخرة. لأنه 24 ساعة في هذا العمل، هذه المذاكرة، مذاكرة الدين، مذاكرة الآخرة. وبهذه التذكرة الله سبحانه وتعالى يعطي القوة للقلوب والقيام كذلك، توفيق القيام كذلك بأمر الدين. لذلك نفرغ الأوقات ونعمل هذا العمل بالترتيب الصحيح ولو كان قليل، ولو كان قليل، إذا كان الترتيب الصحيح والقليل ليس قليل فإن شاء الله يزيد. هكذا الحق شيئا فشيئا الله سبحانه وتعالى يزيد فيه وينتشر في العالم والقلوب تتوجه إلى الله بسبب أمر الله سبحانه وتعالى، ويكون سبب الجهد هو فقط سبب، أما توجيه القلوب هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. بسبب الصحيح الله سبحانه وتعالى يوجه القلوب إلى الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بشرى. إذا صار الجهد صحيح فهذا الجهد صحيح
سيكون سبب لإدخال القلوب إلى الله، وإن شاء الله كل واحد منا ينوي نية لهذا العمل ويعزم بذلك العمل، وحسب ما عنده من ليستا يكون. وإن شاء الله عندئذ أولا يأتي شيء من الموانع ومن البكارة، ولكن إنما يكون استمرار في العمل، فالله سبحانه وتعالى يفتح الأبواب، أبواب أبواب الجهود وأبواب الهداية وأبواب كل خير. رسول صلى الله عليه وسلم بويس بخير الدنيا والآخرة، وإذا كنا به لا يأتي الخير في الدنيا وذلك في الآخرة، وإن شاء الله مستعدين. مستعدين إن شاء الله. الذي لم يخرج أربع شهور إلى الآن فلينوي وليعزم أن يخرج نقدا لأربعة شهور من الاجتماع نقدا إن شاء الله. الذين مستعدون نقدا لأربعة شهور فليقوموا على مكانه. بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم زيدوا بارك الله فيكم زيدوا بارك الله فيكم. والذين جاءوا فقال لحضور الاجتماع فلن سمعوا الكلام وفهموا العمل هم كذلك لا يلزمون بل يخوضوا على ما كريم لاربع شهور ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على الاقل لا يرجع احد من الاجتماع الا وهو يخرج 40 يوما ان شاء الله، ولو هم مستعدون 40 يوم فليقوموا على ما كريم كذلك. ما شاء الله ما شاء الله. ما يبقى احد في الاجتماع والله لا يخرج على الاقل 40 يوما احسن 4 شهور وعلى الاقل 40 يوما. بارك الله فيكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يلا يلا ابن سلاح الله فيكم ابن سلاح الله فيكم تخيل شو يقول الله ثم ان شاء الله نتركهم لجميع الحوائج. تفضل ابن سلاح الله فيكم بارك الله فيكم. تفضل جزاكم الله على عليا في خدمتكم الاحباب الذين هم مستعدون من الاجتماع لاربع شهور ولاربعين يوم فهم يذهبون بعد بعد الدعاء الى مكان التشكيل. مكان التشكيل خلف خادم الشيخ خلف الخيمه ويبدا التشكيل. فكلكم الذين مستعدون للخروج ان شاء الله فليذهبوا الى التشكيل بعد الدعاء ويتكلموا مع التشكيل حتى تكتبوا جماعتهم. فكذلك ننهي ان نخرج. ما لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اليك يرجع الامر كله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورنا للاسلام. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلق سبحان ربك رب العزه عما يصفون. انا اسلم عليكم ان شاء الله انتم تردوا اما مجال المسافه صعب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أين هذا الشباب؟ أنا شاء الله.